تم تركيب الشاشة الجديدة، هذا اللي يقول لكم تايب سي، تركبها بس باللابتوب. قول بسم الله. ما شاء الله تبارك الله، الحمد لله رب العالمين. هذا مكتب متواضع، كيبورد دحين ما بجيب الكيبورد، موجود عندي فوق، بس اجيب الكيبورد واموري طيبه. هذا نفس فارتي، يعني باذن الله قريبا نستأنف الفقرات. طفي الليت كذي تمام. تدرون ان انا استقريت هني خلاص اموري تمام لما اسوي فقره الشاشه، احس الحين مو مستقر. يعني شوف اخر شيء ما عم تزبط معي، الكيبورد مو راضي يشتغل، فشكله اليوم ما في فقره شاشه، لكن ادعوا لي ربي يوفق باذن الله وتتيسر الامور، وباكر باذن الله نبلش وشوي نستقر وتصير في فقره شاشه والامور طيبه. فاذا ربي وفقنا باكر باذن الله فقره شاشه محترمه ونستأنف ما كنا عليه هنا. خلاص الطاوله شاريها السنه طافت، كرسي اليوم، الشاشه تو جديده ترى مبطلها من كرتونها، شاريها من الكويت ودازها، يعني الامور كلها طيبه، بس يعني شغلات بسيطه صراحة. فقرة الشاشة اوكي بلشت صدفة وضحك وناس، لكن الحين صارت يعني تخيلوا اي واحد متابعنا يشوفه، اي واحد حتى هني بتركيا واجهت واحد اول ما واجهني انا شلونك شو اخبارك بسالم يا اخي وين فقرة الشاشة؟ قلت يا اخي ما شاء الله تبارك الله، كل ما كلمني احد قال لي وين الفقرة، بس باذن الله تم باذن الله. وترى على فكرة قاعد تحمسوني بهذه السوالف، اذا ربي وفقنا ان شاء الله باكر تصبحون على خير.